أسعد الله صباحكم الزلف لو المشاهدين الكرام مستمعي راديو شمس فان في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة جورنال واللي راح نطرقوا من خلالها إلى أهم ما جاءت بالصحافة الوطنية لنهار اليوم الاثنين، بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج. نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة النهار واللي فتحت صفحتها الأولى اليوم بعنوان قالت 5 ألوية وعقيد في سجن البوليدة العسكري بتهمة الفساد، وين أوضع قاضي التحقيق العسكري بالناحية العسكرية الأولى في البوليدة 5 ألوية وعقيدا كان مسؤولا في جهاز الأمن بوهران رهن الحبس المؤقت بعد استجوابهم أمس حول تهم تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، حيث جاء إحالة الألوية للعدالة بناء على تقارير تؤكد تورطهم في قضايا فساد. 17,000 طن في سوسيال تم رفضه، كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ عن قبول 1200 ملف لعائلات تم إقصاؤها من الاستفادة من مساكن اجتماعية سوسيال، فيما تم إقصاء أكثر من 17,000 ملف خاص بالطعن بالنسبة للمساكن الاجتماعية. 30% من عمال المستشفيات لا يلقحون أنفسهم ضد لاغريب، وانكشف أمس فوزي ضرار مدير المخبر المرجعي للإنفلونزا بمعهد باستور أن 30% من عمال المستشفيات لا يلقحون أنفسهم ضد الإنفلونزا الموسمية. وقال ضرار أن الأشخاص المعنيين بالتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية حسب توصياتهم الأكثر عرضة لخطر التعقيدات. هنا يموت قاسي ما يخلعنا حتى واحد ولا نخاف غير الله ثم القانون، هكذا أشاد الرئيس المدير العام لمجمع نار الزميل أنيس الرحماني بالإصلاحات الكبيرة والميدانية التي حققها جهاز العدالة في الجزائر والتي أقرها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة متأسفا لحادثة اعتقال زميل إسماعيل جربل. وقال رئيس المدير العام لمجمع النهار نحن ندافع ونثمن عمل أي مؤسسة، فنحن جزائريون ونعيش في الجزائر رغم كل حملات التشويش والاستفزاز، إلا أننا سنبقى في الجزائر كما يقول المثل الشعبي هنا يموت قاسي. وتمنى أن يتوقف الناس على الإساءات المجانية وحملات تشهير ضدي وضد أسرتي وعائلتي ووالدي، وهي الحملات التي مصدرها معروف. الخبر قالت لا تقاعد نسبي قبل 55 سنة، وانكشف مصدر مسؤول من المركزية النقبية عن لقاءات مكثفة بين لجنة المهن الشاقة وقيادة المركزية النقبية للتأشير على القائمة النهائية المقررة يدعوها على مستوى الحكومة خلال أسابيع، حيث تم اعتماد معيار غير موحد يتوافق ودرجة خطورة كل مهنة ومجالات مزاولتها، وذلك بداية من 55 سنة إلى غاية 60 عام، علما أنه لا توجد أي نية للعودة إلى نظام التقاعد القديم، وكل ما في الأمر هو تخفيض السن القانونية ببضع سنوات. الشروق قالت الجزائر يموت كل 10 دقائق بالسكتة القلبية، وإن دق مختصون في طب أمراض القلب ناقوس الخطر حول التزايد الرهيب لحالات الموت بسبب السكتة القلبية، في وقت انكشفت دراسة قام بها البروفيسور جمال الدين نيبوش المختص في علاج أمراض القلب عن تسجيل أكثر من 50,000 وفاة بالسكتة القلبية سنويا بمعدل حالة واحدة كل 10 دقائق. وقت الجزائر قالت أدوات مدرسية تحرض على العنف وسوء الأخلاق، وانتشرت في السنوات الأخيرة أدوات مدرسية خطيرة تشجع على العنف، ما جعل نقابات التربية وأولياء التلاميذ يدقون ناقوس الخطر، في حين اعتبر الأخصائيون الاجتماعيون أن هذه الأدوات مرسلة خصيصا لأبناء الجزائر، متسائلون عن الرسالة التي أريد بها الوصول إلى المجتمع الصغير من خلال هذه الأدوات المخيفة. المساء قالت مشاريع أنبوب الغاز والألياف البصرية وطريق الصحراء حيز التنفيذ، وشكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وخط الألياف البصرية فضلا عن الطريق العابر للصحراء أبرز المحاور التي ركزت عليها أشغال اللجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري النيجيري التي انعقدت أمس بعد جمود دام 13 سنة، حيث اتفق الجانبان على وضع خارطة طريق لإرساء ميكانيزمات تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات. المحور اليومي قالت كنابست يشل المؤسسات التربوية بالعاصمة يوم 22 أكتوبر، وأعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمية التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست عن شن إضراب ولائي يوم الأربعاء 22 أكتوبر، وسيكون متزامنا لوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر وسط في اليوم
ذاته. الحوار قالت بوحجة: أيها النواب عودوا إلى مناصبكم. ونكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مسألة رحيله من على رأس هذه الهيئة التشريعية أمر مستحيل كونه لا يستند إلى أي مبرر قانوني، وأضاف أنه يحظى بمساندة مطلقة من طرف العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية رافضا إسقاط ما حدث مع مهري أو مسعدية، حيث بالنسبة إليه كانت أمور سياسية وحزبية لا علاقة لها بالبرلمان. لسواغ دالجيري قالت فصل النائب سليم أغزالي من الأفافاس، وتواصل جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس سلسلة قرارات الفصل في حق قياديين توجه لهم تهم اتخاذ قرارات وتحركات دون استشارة الرئاسية. ويتعلق الأمر بنائبين في المجلس الشعبي الوطني سليم أغزالي وشفع بوعيش، وسلطت لجنة الوسطات وفض النزاعات بالأفافاس عقوبة الفصل على النائب سليم أغزالي، في حين أوقفت شفع بوعيش لمدة 4 أشهر. لوغيزون قالت 2.5 مليون جرعة من اللقاح حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية تنطلق اليوم. وإن أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة البروفيسور جمال فرار عن الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية اليوم الموافق ل 15 أكتوبر، موضحا بأن وزارة الصحة استوردت 2.5 مليون جرعة، وزعت منها 1.3 مليون جرعة على مستوى الوحدات العلاجية للتلقيح بالمجان، و1.2 مليون جرعة متوفرة بالصيدليات حيث تكون معوضة لمن يشتريها.